صباح ومساء الخير حسن المفروض علينا ايه. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج شيك اكس جابو. النهارده اخر حلقه في موضوع الستارت اب. يا رب النهارده الحلقه تعجبكم. الحلقه دي موجهه لكل الناس اللي عندهم حافز، كل الناس اللي عندهم هدف، كل الناس اللي عندهم امل ان هم يوصلوا لحاجه. كل واحد عنده فكره جوه دماغه عايز يحققها، كل واحد نفسه يبقى عنده الشركه بتاعته، كل واحد نفسه يبقى عنده البيزنس بتاعه، بس مش عارف يبدا ازاي. بص، اول قاعدتين مهمين جدا، ان انت لازم تصدق حلمك. تاني حاجة، ان انت مهما كان ما عندكش امكانيات ومهما كان ما عندكش اي خبرة، خد بالك ان انت طول ما انت عندك الحافز وطول ما انت بتفكر في الموضوع هيفضل الموضوع بيروضك، وهيفضل الموضوع بيجي في دماغك، وهيفضل الموضوع بيكبر معاك واحدة واحدة لغاية لما توصل اللي انت عايزه. خد بالك من حاجة، ان انت مهما 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 كان حلمك غريب، مهما كان حلمك مختلف، مهما كان امكانياتك المالية، امكانياتك عدد الناس اللي معاك، امكانيات الافراد اللي هي يعني الناس اللي معاك او التيم اللي معاك قليل، دايما دايما نقطة البداية عندك. لو انت مصدق اللي انت بتعمله ومقتنع بيه هتلاقي نفسك بتعمل حاجات انت عمرك ما كنت تتخيل ان انت تعملها. النهارده اخر حلقه في السيريز بتاعت الستارت اب، حبينا ان هي تكون موتيفيشن شويه وتكون تحفيزيه شويه. طبعا فكره ان هي ان انت تحط لنفسك هدف او ان انت تحط لنفسك حاجه انت عايز توصل لها لازم تبقى مبنيه على اربع حاجات. الحاجه الاولانيه الفكره طول ما هي موجوده وقابله للتحقيق، يعني حاجه منطقيه يمكن تحقيقها، اذا الهدف ممكن يتحقق. الحاجه الثانيه اللي لازم تهتم بيها او لازم تركز عليها ايه؟ السيوله او راس المال، السيوله الماليه او راس المال. طول ما انت معاك راس مال ايا كان صغير واستخدمته صح هتوصل للهدف اللي انت عايزه. النقطه الثالثه التيم، عمرك ما تعرف تحقق حاجه لوحدك، لازم يبقى معاك ناس يقدروا يساعدوك ويوصلوك للي انت عايزه. النقطه الرابعه النشاط، طول ما انت عندك نشاط، حاجه يمكن ان انت تقدمها للناس، سواء سيرفيس سواء مش خدمه، يعني مش شرط تكون حاجه يعني خدمه مقابل فلوس، ممكن يكون منتج انت بتقدمه، ممكن تكون خدمه اقتصاديه، ممكن تكون مثلا حاجه هتسهل للناس حياتها، ممكن تكون حاجه هتيسر للناس حاجه هي بتعاني منها، او حاجه هي يعني هتسهل طريقه المعيشه بالنسبه للناس. فدول الاربع حاجات الاساسيين، الفاونديشنز بتاع الموضوع، او اللي هي الاساسيات او البيزكس بتاع الموضوع. فانت طول ما انت عندك الاربع حاجات دول صدقني عمرك ما في حاجه هتقف قدامك مهما كان. واوعى تصدق فكره ان انت لازم تبدا وانت صغير، ولو بدات وانت كبير مش هتوصل لحاجه، ده كل ده هبد ولا ليه اي لازمه. تمام، بس فيعني حاول ان انت تتفرج بقى على السيريس بتاعت الستارت اب النهارده، هتلاقي كده ايه، يا رب نكون عرفنا يعني نوصل له اللي احنا عايزينه نقوله بشكل مبسط. يعني ده عايز اقول لكم ده حصيله قرايه تقريبا 5 كتب في رياده الاعمال على مدار الشهر اللي فات من ساعه ما ابتدينا اول حلقه. فيعني نتمنى ان انت تكونوا استفدتوا حاجه بسيطه، ولو بسيطه، لو استفدت حاجه، لو معلومه انت خدتها مننا مثلا 1% ما كنتش تعرفها، دي حاجه تبسطنا جدا. طبعا هنحاول بقدر الامكان خلال الاسبوع، النهارده ان شاء الله الثلاث والاربع والخميس هنوصل لكم، هنكتب لكم كتب وهنوصل لكم كل الحاجات اللي احنا جايين، يعني الريفرنس اللي احنا استخدمناها كمراجع، والكتب والناس الدكاتره اللي احنا ابتدينا نقرا المقالات بتاعتهم والحاجات دي كلها، ده خد مننا وقت طويل جدا ان احنا نقول لكم الخلاصه بتاعت الموضوع. نتمنى نشوف رواد اعمال كتير جدا شباب في الفتره اللي جايه في مصر زي ما هم موجودين دلوقتي. نتمنى نعمل بارنرشيب مع كل الناس اللي تقدر تتعامل معانا او تتعاون معانا، سواء ستارت ابس جديده او ستارت ابس محتاجه مساعده في الهياكل الوظيفيه او الحاجات دي كلها، هنقدر نحاول ان احنا بقدر الامكان لو في تواصل تم نقدر نتعاون معاهم. وبقدر الامكان على كل البلاتفورمز بتاعتنا هنحاول ان احنا نوفر لكم كل الحاجات اللي نقدر نساعدكم بيها، بحيث ان انتوا يبقى عندكم المعلومه زي ما هي عندنا، ودي الفكره بتاعتنا من الاول. فان شاء الله الحلقه تعجبكم، ان شاء الله الحلقه تنزل النهارده. تابعونا على كل السوشيال ميديا @chickxgab. Peace.